ورحب بضيفنا من القاهرة دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس. دكتور أهلا بك معنا في هذه التغطية. بعد يومين على قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في غزة، هل لاحظت أن هناك تغيرا أو انعكاسا ولو طفيفا على المسار السياسي والتفاوضي بين الطرفين أو حتى على المشهد على الأرض في غزة؟ بداية تحية لك أحمد ولكل السادات والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. طبعا نضمد قدر المستطاع بالكلمات طبعا عذابات شعبنا الفلسطيني، هذا ما نستطيع طبعا أن نقدمه في ظل هذه الظروف الصعبة. حتى الآن أخي أحمد لا توجد طبعا إشارات بقبول الاحتلال بقرار وقف إطلاق النار، طبعا قرار 27-28، وطبعا لعدة أسباب. أن الاحتلال قال أن هذا القرار سيفشل المفاوضات وأن هذا القرار سيجعل حماس ترفض المقترحات، وجاء بيان حماس أنها كما قيل في أمس أنها قررت طبعا ألا تقبل بشروط الإسرائيلية الجديدة التي يتراجع بها الاحتلال عن شروط المفاوضات السابقة. نعرف أن الاحتلال وافق بالسابق على الإفراج عن 1000 أسير فلسطيني، ثم انخفض العدد إلى 700، ومن ضمنهم كان الحديث عن 100 أسير من محكومين بالمؤبدات، ولكن الاحتلال وضع شرطا جديدا هو إخراجهم خارج قطاع غزة أو الضفة الغربية. الأمر الآخر، الاحتلال الذي وافق على عودة النازحين من الشمال من الجنوب إلى الشمال بواقع النساء والأطفال والرجال فوق 50 عاما، ثم تراجع عن ذلك قال بواقع 2000 فقط يوميا، وهذا يعني أن إذا استمرت الهدنة 40 يوم فالعدد من سيعود فقط 80 ألف. والاحتلال أصر أن العودة ستكون إلى مخيم نزوح جديد سينشأ في شمال قطاع غزة وليس إلى منازلهم. هذا جعل المقاومة تعلن أنها كل المرة التي قدمتها الآن غير مقبولة وأنها تنسحب من المفاوضات، وهذا حتى الآن أكدت قطر أنه لا زال هناك الوفود مستمرة في النقاش والحوارات. على الصعيد الميداني بصراحة أخي أحمد لا زالت حالة السعار التي أصابت جيش الاحتلال كما هي، يقصف في كل مكان لا ينفك عن ذلك، بالعكس هو ازداد من عمليات هجومه في مناطق مختلفة قطاع غزة. بعض ما ترصده الكاميرات قليل جدا على ما يحدث من مآسي في قطاع غزة، طبعا بعض الكاميرات تنقل لنا حتى طبعا يكون قد نقلتها الإعلام العبري. اليوم الغريب أن على سبيل المثال في لقاء مع مراسل إسرائيل هيوم العبرية مع ترامب الرئيس المرشح الأمريكي والرئيس الأمريكي السابق، قال لهم أن يجب أن توقفوا هذه الحرب، فسألوا طبعا نحن لم نحقق هدفنا، قال أنتم تخطئون عندما تنشروا فيديوهات القتل وفيديوهات المنازل، ومن ينشرها هو الجيش الاحتلال الإسرائيلي. إذن كما كان يقول كيسنجر سابقا في فلسفته، اقتلوهم بعيدا عن الكاميرات. هذه نصيحة جديدة من ترامب للإسرائيليين، أن اقتلوا الفلسطينيين دون أن تصوروا ذلك، لأن اليوم معظم الإعلام الذي يبث ذلك هو إعلام عبري بشكل أساسي، وهو من باب نشر حالة الرعب وليس من باب طبعا أن يقول الاحتلال يقتل، هو يريد أن ينشر حالة الرعب في صفوف الشعب الفلسطيني. لكن بالتأكيد لا زال الاحتلال يجرم في جرامه ضد شعبنا، يستمر في جرامه ضد شعبنا الفلسطيني، ونعتقد حتى الآن الاحتلال لا زالت قائمة بالنسبة له فكرة اجتياح رفح بشكل كبير وبشكل تفصيلي، وهو لا يكترث لكل ما يدور في الآن في كواليس السياسة، ونعتقد في المشهد السياسي حتى الآن لا جديد. يعني زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى طهران، وكذلك طبعا أمين سر تنظيم الجهاد الإسلامي، قد تأتي في سياقات طبعا لا نعلم تفاصيلها، هل هي من باب تغيير في استراتيجية إيران في الأمر أم أنها ترغب في التهدئة؟ الأمر ليس بيد الفلسطيني، الأمر بيد الاحتلال الإسرائيلي. الآن من يتم الاعتداء عليه هو الشعب الفلسطيني، الاحتلال الذي يستمر في عمليات القتل، وهو الذي إذا التزم في وقف إطلاق النار فالمقاومة ستلتزم، لأن المقاومة لا تبادر بإطلاق النار، هي تبادر بصد العدوان. وحتى هذه اللحظة المقاومة نشرت بيان في اليوم الأول على لسان حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية تقريبا، طبعا رحبوا بهذا البيان ببيان وقف إطلاق النار، رغم أن هذا البيان كما أشرنا أن به طبعا عيوب كثيرة ونواقص كثيرة، ولكن أقل تقدير نتحدث، ولكن بغض النظر يا دكتور كما تفضلت حضرتك أنه إسرائيل لا تكترث لأي قرار حتى لو صدر عن مجلس الأمن. يعني سابقا كان الكل ينتظر أن يكون هناك أي قرار يصدر داخل مجلس الأمن بموافقة
الجميع يتم تمرير أي قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار، وفجأة توصل المجتمعون إلى تأييد هذا القرار وكان هناك تصفيق من قبل الجميع، وهذا ما عبر عن فرحة كل الأطراف بعد كل المعاناة السابقة. لكن فجأة صدر القرار وكأنه لم يصدر أي قرار. إسرائيل ماضية في حربها، لا تكترث لأي قرار من مجلس الأمن، ولا تزال تبحث خططها في شأن رفح، وأيضا فيما يتعلق بالجبهة الشمالية مع لبنان أيضا يبدو أن هناك تصعيدا في هذه الجبهة. بالتالي كيف يمكن إلزام إسرائيل بالالتزام بهذه القرارات الدولية؟ أخ أحمد، الإعلام العبري وصفه كأنه تفاجأ بأن الأمريكان امتنعوا عن التصويت، وقبل التصويت بليلة كان لدى القيادة الإسرائيلية معلومات على أن الأمريكان سيمتنعوا، وهناك قناة اتصال مفتوحة بغض النظر عن الخديعة في الإعلام أن هناك خلاف بين الأمريكان والإسرائيليين. مثل الإسرائيليين يعلمون أن هناك طبعا سيكون امتناع عن استخدام الفيتو وأن القرار سيمرر، ولكن القرار يدركون أن القرار حبر على ورق ليس إلا. إذا هذا القرار صدر بشكل واضح ليس تحت الفصل السابع، والفصل السابع من مادة 39 حتى مادة 51 متدرجة حتى الوصول إلى استخدام القوة ضد الطرف الذي يمتنع عن الالتزام بهذا القرار، هذا غير وارد في هذه المؤسسة الدولية بشكل كامل أن تصدر مثل هذا القرار ضد الاحتلال الإسرائيلي. حتى الآن منذ احتلال فلسطين عام 48 وخروج الاحتلال أيضا عن قرار التقسيم 181 واحتلاله 78% من أرض فلسطين التاريخية، والمجتمع الدولي لم يصدر قرار تحت الفصل السابع ولا مرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولا يكون هذا الأمر في الحسابات في هذه المرة. لذلك هذه عورات في هذا القرار. هذا القرار يعني قرار 27-28 مثله مثل القرارات السابقة، ولا يختلف كثيرا عن أكثر من 65 قرار ويخص القضية الفلسطينية في عمقها بشكل كبير جدا، ولم يلتزم بها الاحتلال. لذلك اليوم نتحدث عن قرار مجرد حبر على الورق. القرار فقط الجديد به أنه لم يدين حماس بالاسم، ولكن أدان الأحداث التي حدثت منذ يوم 7 أكتوبر حتى حينه. طالب بإفراج بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ولم يطالب بإطلاق سراح أكثر من 13 ألف أسير فلسطيني. لم يربط إنهاء هذه الحرب بأفاق سياسية، وكما أشرنا طالما أنه قرار لم يصدر تحت الفصل السابع فهو بلا قيمة بلا تأثير، لأن الاحتلال طبعا سيضرب بعرض الحائط ذلك. لكن على الصعيد العام أنه يضع الاحتلال في دائرة المتهم، يجعل الاحتلال في زاوية، هذا طبعا في تصنيفات إعلامية كما نقول، ولكن هل الاحتلال يكترث لذلك؟ يكفي أن نقول خلال الأيام الماضية بدأت بعض التقارير تحدث أن هناك طبعا صفقات سرية ليست مع واشنطن فقط، مع دول أخرى لتوريد السلاح للاحتلال الإسرائيلي، وكان العالم بمجمله علانية وسرا يتفق على قتل هذا الشعب الأعزل الشعب الفلسطيني. وبالتالي حتى الصفقات السرية التي تتم لنقل الأسلحة من قبل واشنطن إلى تل أبيب لم تتوقف، وغيرها دول أخرى للأسف الشديد. بعض الدول قالت نحن لن نورد أسلحة إلى إسرائيل، ولكن تحت الطاولة يتم الاتفاق على صفقات أسلحة. وإلا الاحتلال هذا لا يستطيع أن يستمر في الحرب بالأسلحة التي لديه، وهذه الأسلحة التي يقصفها يوميا إلى غزة أكثر من أسبوع بشكل أساسي ستبدأ ذخيرته بالنضوب، وبذلك لا زال مستمر، لأن الأسلحة لا زالت جسور جوية ترسل الأسلحة إلى هذا الاحتلال. وبالتالي الحرب مستعرة بشكل أو بآخر، وقرار مجلس الأمن للأسف الشديد 27-28 ليس أكثر، يعني بعد هذا القرار يعني يقف بجانب القرارات السابقة. بعد هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن بات من يعني شبه المؤكد أنه لا يمكن إيقاف هذه الحرب عبر أي قرار من مجلس الأمن، وبالتالي اليوم الذي يمكن أن يحسم هذا الموضوع أو يوقف هذه الحرب أو على الأقل الهدنة هو المفاوضات، أو هي المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس، على أمل أن يتم التوصل إلى تسوية بعض الثغرات والنقاط الخلاف بين الطرفين. يقال أنه نقطة الخلاف الآن الجوهرية هي مسألة عودة النازحين إلى شمال القطاع. هل ما زال من الممكن فعلا التوصل إلى اتفاق بعد كل هذه أو بعد كل الفشل خلال الأيام السابقة في التوصل إلى أي اتفاق؟
يعني قرار 27/12 أخي أحمد صدر وبعده بعدة أيام كان هناك ترتيبات لهدنة استمرت لمدة 7 أيام هدنة نوفمبر، وبالتالي قد يكون هذا القرار طبعا يوضع كان كأساس للوصول إلى هدنة. حتى الآن كما أشرت هناك ملف النازحين، لا وملف الأسرى لا زال عالقا بشكل أو بآخر. هناك حلول وسط، محاولات حلول وسط لإطلاق سراح 100 أسير فلسطيني بدلا من 10 مجندات، ولكن أن يطلقوا داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وجلهم هيكون من الضفة الغربية لأن الأسرى من قطاع غزة عددهم لا يتجاوز 250 أسير، وبالتالي سيكون هناك إطلاق سراحهم في الضفة الغربية. ملف الأسرى الذين اعتقلوا في صفقة، الذين أفرج عنهم في صفقة جلعاد شليط، طبعا هذا ملف من ضمن الملفات، قد يؤجل هذا الملف، وبالتالي المقاومة تدرك أن هذه المرحلة ليس نهائية في صفقة تبادل الأسرى، هذه المرحلة القبل النهائية، وبالتالي قد يكون هناك ليونة في هذا الأمر. الأمر الآخر هو النازحين. الآن الاحتلال قدم للأمريكان غدا كما تشير التقرير قد يرسل الوفد الإسرائيلي لنقل خارطة عملية اجتياح رفح. نقلت الخرائط، أرسلت الخرائط قبل ذلك إلى الإدارة الأمريكية، خرائط طبعا نقل النازحين. وتحدثت كاميلا هيرس نائبة الرئيس أن المساحات التي حددت لنقل النازحين لا تكفي، وبدأ الاحتلال يقترح منطقة أخرى. كان الحديث بالسابق على منطقة طولها 20 كيلومتر تبدأ من رفح حتى منطقة الشيخ عجلين مشارف مدينة غزة في عمق كيلو، أي 20 كيلومتر تقسم إلى 3 معسكرات كما قيل في حينه في الإعلام العبري وبتسريبات في الإعلام الأمريكي. تحدث إكسيوس والستريت جورنال على هذه الخرائط وطالبوا أن يكون هناك مكان آخر. الإسرائيليين اقترحوا مكان في الشمال الغربي، منطقة السودانية كما نسميها في قطاع غزة، أيضا منطقة بحرية ينشأ بها معسكر، وبالتالي يتم نقل النازحين من رفح من منطقة الشمال إلى هذه المناطق عند إنشائها. لذلك حتى نتنياهو عندما يماطل في الوصول إلى صفقة هو يحتاج من الوقت حتى ينشئ معسكرات النزوح الجديدة ليخفف من عملية الضغط الدولي، لأن اجتياح رفح الآن في ظل هذا العدد الكبير هذا يعني ارتقاء آلاف الشهداء، وهذا سيمثل ضغط كبير جدا على نتنياهو. للأسف الشديد أخ أحمد هذا العالم يعني نعلم أنه يقول طبعا ويفعل ما لا يقول، يعني بيفعل شيء ويقول لنا شيء، في الإعلام يقول أنه ضد كل ما يقوم به الاحتلال، ولكن للأسف الشديد قد نجد الاحتلال يستمر في تنفيذ عمليته في رفح لاحقا إذا تم إخلاء الكتلة السكنية وإقناع الأمريكان بذلك. حتى الموقف الأمريكي بدأ تدريجيا يتحدث عن بعض المرونة في استيعاب عملية اجتياح رفح، ولكن الأساس هو إخلاء الكتلة السكنية. يعني دكتور يعني يمكن للطرف الأمريكي بالرغم من رفضه في الفترة السابقة لهذه عملية أي الاقتحام البري طبعا لرفح، الآن بات من الممكن أن يقبل هذه الخطط الإسرائيلية؟ يعني نلاحظ أنه فقط هناك طرفان يؤيدان هذه العملية، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والطرفان لا يكترثان لأي أصوات تنادي بضرورة عدم القيام بأي عملية هناك، والتحذيرات. واليوم حتى عبر شاشة الغد كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية السيد ضياء رشوان يقول أنه الموقف المصري ثابت برفض اجتياح رفح، وهذا خط أحمر وقد يمس باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. حتى هذه الأمور لا تكترث لها إسرائيل دكتور أيمن؟ يعني لو عدنا أخي أحمد على عجالة في عملية اغتيال الشهيد، إذا تأكد هذا الخبر، حتى الآن لم تؤكد المقاومة لكن أكدته الأمريكان والإسرائيليين، مروان عيسى، وأتمنى أن لا يكون قد اغتالوه، لكن إذا كانت بالفعل عملية الاغتيال نفذت، فمن نفذها طبعا فرق أمنية عسكرية وسلاح جو أمريكي إسرائيلي. الأمريكان الذين نشروا خبر اغتيال مروان عيسى أكدوا أنه عملية الاغتيال مؤكدة قبل أن يؤكد الإعلام العبري أمس، وبالتالي طبعا هذا يعني أن الأمريكان ينفذوا عمليا ويشاركوا في العمليات التي تنفذ في غزة، وكل ما يقال في الإعلام كما أشرت هو كذبة كبيرة. هم في النهاية هذه ربيبتهم وهذا مشروعهم في المنطقة، سيحافظوا عليه مهما كان. وحتى يعني نتنياهو الذي يشعر وكأنه قد أصبح جامحا غير ملتزما بقرارات الأمريكان، هذا الأمر طبعا لم يعد يعني يدخل في عقل أي طفل فلسطيني، لأن كما أشرنا إعلان عملية المشاركة في عملية اغتيال مروان عيسى تؤكد بشكل واضح ذلك. والأمريكان لهم وجهة نظر في عملية رفح أن يتم استخدام الصواريخ الذكية، إذا ألقينا حجر اليوم في رفح فهذا سيصيب عشرات، فما لك عندما نستخدم صواريخ ذكية أيضا سيكون هناك بها تفجير وقتل. وبالتالي الآن أصبح الأمريكان على طبعا قناعة لم يعلن عنها الآن، سيعلن عنها قريبا،
إذا تم إزاحة الكتلة السكانية. وبالتالي الأمريكان والاحتلال الإسرائيلي سيكون لوحدهم في هذا الأمر علانية، ولكن طبعا الاتحاد الأوروبي اللي تحدث أنه قد يكون له مواقف يطالب فورا بوقف إطلاق النار. طب ما هي الإمكانيات التي يستطيع أن يفعلها الاتحاد الأوروبي؟ هل يستطيع أن يوقف كل الشراكات بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي؟ بالتأكيد لا، هذه دول لها مصالحها، ولكن تستخدم بشكل أو بآخر الإعلام. بالرغم من إعلان عدة دول أوروبية دكتور أيمن وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإمكانية أن ينسحب ذلك على عدد أو يعني العدد أكبر من الدول الأوروبية لاتخاذ هكذا قرار. أنا أتمنى أخي أحمد أن يكون هذا فعلا وليس قولا، أنه كما أشرت وول ستريت جورنال تحدثت قبل أكثر من أسبوع أن في اللحظة التي كان يتم الحديث على أن الأمريكان قلصوا من تصدير أسلحتهم إلى الاحتلال الإسرائيلي نفذت 100 صفقة سلاح، 100 في خلال فترة أقل من أسبوع، هذا يعني شيء جنون. فبالتأكيد الأمر يتحدث في صفقات قد تكون تستمر بين دول غربية والاحتلال الإسرائيلي ولكن لا يعلن عنها، يتحول الأمر بدلا من علنا كما رأينا رئيس الحكومة البريطانية يأتي بطائرة محملة بالأسلحة قد تنفذ هذه الصفقات دون الإعلان عنها، وبالتالي من سيعلم بذلك؟ هل نحن سنعلم أنه وصلت الأسلحة أم لا؟ وقد تكون الأسلحة التي تقذف بها غزة الآن على سبيل المثال صناعة مارس 2024 ونحن في أو قبل عدة أيام، لكن لا نستطيع أن بشكل أو بآخر أن نثبت هذه العملية، ولو أثبتناها ما جدوى من ذلك، وبالتالي كل ما يتم الحديث عنه أنا أعتقد إعلاميا ليس إلا لنذهب إلى الشأن المصري أخي أحمد. يعني أنا استمعت اليوم إلى ما قاله الدكتور ضياء رشوان طبعا وما قاله بالسابق وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأمر يتحدث في الحدود المصرية لا يتحدث في الحدود الفلسطينية. إذا تم إخلاء الكتلة السكانية وسجل علي الكتلة السكانية من رفح بقدر كبير جدا وبقى ما بقى منها من مقاتلين وقام الاحتلال بالسيطرة على محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا الذي كان يحتله حتى عام 2005 لن يحدث شيء، لن نجد لا هناك لا انهيار لاتفاقية كامب ديفيد ولا، لأن هذا الأمر موجود كان الاحتلال حتى عام 2005. بالتالي المصريين بحقهم أن يطالبوا ويدافعوا عن حدودهم، وبالتالي الاحتلال لن يتجرأ لدخول الأراضي المصرية لأنه يدرك أن هذا الأمر يعني انهيار أهم اتفاق سلام وأهم مشروع في المنطقة، لكن هم سيعملوا بشكل كبير جدا في الأراضي الفلسطينية. كما أشرنا محور صلاح الدين أو ما يطلق عليه محور فيلادلفيا هو كان محتلا حتى عام 2005 من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي لن تكون هناك أزمة كبيرة جدا، وستستمر مصر بمحاولات لإدخال المساعدات عبر كرم أبو سالم للشعب الفلسطيني. ويمكن في تقريركم تحدثتم عن أن يعني المساعدات أكثر دولتين قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني، مصر بشكل كبير جدا قيادة وشعبا وهي مشكورة بشكل كبير على ذلك، والمساعدات وصلت من 70 إلى 80% التي وصلت غزة هي مساعدات مصرية، ودولة الإمارات العربية المتحدة التي قامت طبعا في عمليات مساعدات مختلفة من ضمنها إنزال جوي إنزال بحر إرسال بحري وكذلك بري، وكل هذا أضف إلى المستشفيات المدنية، كل ذلك بالتأكيد ستستمر هذه الدول بقدر استطاعتها بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وهناك دول أخرى عربية طبعا وأجنبية. شكرا جزيلا لك دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس كنت معنا من القاهرة.